سلسلة أكسفورد بوكورم و 4000 Essential English Words. هاتين السلسلتين تحدثت عنهما في فيديوهات مختلفة بانفراد في القناة، لكن الكثير من المتابعين أرادوا أن يعلموا ما إذا كانت سلسلة أكسفورد بوكورم هي الأكثر فعالية لتعلم اللغة الإنجليزية أم سلسلة 4000 Essential English Words. ولكي أجيب على تساؤلاتكم في هذا الفيديو سأبين لك أوجه الشبه والاختلاف ما بين هاتين السلسلتين، وأنت في النهاية ستقرر أي من هاتين السلسلتين الأكثر تناسباً معك. لنبدأ. أولاً لنتحدث عن سلسلة أكسفورد بوكورمز. هذه السلسلة ممنهجة بإتقان، هناك 7 مستويات من الستارتر إلى الستيج 6 المستوى السادس. في كل مستوى هنالك عدد معين من كلمات تسمى بالهيد ووردز أو التارجت ووردز، هي كلمات رئيسية يتم التركيز عليها في كل كتاب وفي كل مستوى. مثلا إذا كنت ستبدأ من المستوى الستارتر سيكون هنالك 250 كلمة تعتبر كهيد ووردز، كلمات رئيسية موضوعة في الكتاب مبعثرة في أماكن مختلفة بشكل لا تشعر به في الحقيقة. وكل هذا طبعا يهدف في تبسيط الحفظ وتحويل الكلمات من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. بالنسبة لعدد هذه الكتب فهي كثيرة جدا، العدد لا يحصى، لكن كل ما هو عليك أن تقرأ 10 كتب لكل مستوى، يعني بشكل تقريبي كمجموع سيتوجب عليك قراءة 70 قصة لكي تصل إلى المستويات المتقدمة. النقطة السلبية هنا أن هذه الكتب مكلفة، فكل كتاب سعرها يتراوح ما بين 7 إلى 10 دولارات، فلو ضربنا هذا السعر ب70 كتاب سيكون الناتج مكلف لغالبية المتعلمين. لذا إذا كان من الغير ممكن أن تحصل على هذه الكتب فلا بأس، هنالك أيضا كتب 4000 Essential English Words. هذه السلسلة أيضا رائعة وبرأيي الشخصي لا نفس فعالية كتب الأكسفورد بوكورمز. هنالك بعض الاختلافات التي يجب أن تعرفها قبل البدء والتي سأذكرها لك الآن. بالنسبة لكتب 4000 Essential English Words هي 6 كتب فقط، أي بعكس كتب الأكسفورد بوكورم حيث فيها آلاف الكتب. لذا هذه السلسلة تحتوي على 6 كتب، في كل كتاب هنالك 30 وحدة، في كل وحدة هنالك 20 كلمة target words أو الهيد words. هذه الكلمات تعتبر الكلمات الأكثر استخداماً في اللغة الإنجليزية، لذا في كل وحدة قد تم تعريف هذه 20 كلمة التي تعتبر التارجت ووردز الرئيسية، وبعدها قد تم وضعها في جملة تساعدك أكثر في فهم هذه الكلمة، وبعدها في نفس الوحدة هذه 20 كلمة قد تم توزيعها في قصة قصيرة لا تتجاوز عن الصفحة واحدة. فكل هذا يهدف إلى مساعدتك على فهم الكلمات الرئيسية وحفظها. المشكلة هنا غالبية المتعلمين عندما يتبعون هذه السلسلة يواجهون مشكلة النسيان، ولذلك يرون أن هذه الكتب غير فعالة، وذلك بسبب كثرة النسيان التي يواجهونها. لكن الحقيقة ليست هنالك أي مشكلة متعلقة بهذه السلسلة، لكن سبب نسيانهم لهذه الكلمات في الحقيقة هي اتباعهم للطريقة الخاطئة لحفظ هذه الكلمات، وذلك لأن هذه السلسلة تعتبر سلسلة قصيرة جدا بالمقارنة مع كتب الأكسفورد، لذا سيتوجب عليك أن تراجع الكلمات كثيرا بعد حفظك لها. مثلا أمضيت ساعة أو ساعتين لحفظ الكلمات ودراسة الوحدة الأولى، بعد 4 ساعات لابد من أن تراجع الكلمات التي حفظتها، هكذا بعد 8 ساعات أخرى لابد أن تعيد مراجعة الكلمات إلى أن تبدأ بالوحدة التالية، وقبل بدايتك بالوحدة التالية يجب أن تراجع كل الكلمات السابقة التي حفظتها. من دون فعل هذا الشيء بكل تأكيد ستنسى كل الكلمات السابقة التي مضيت جهدا ووقتا إلى أن تمكنت في حفظها. أما بالنسبة لكتب الأكسفورد نادرا ما يواجه المتعلم كثرة النسيان، وذلك لأن يعني القصص طويلة شيئا ما، لذا الكلمات الرئيسية تتكرر كثيرا أثناء سرد القصة، فهذا يساعدك أكثر على حفظ الكلمة وترسخها في المخ. هكذا إذا اتبعت الطريقة الصحيحة لتعلم اللغة الإنجليزية من خلال سلسلة 4000 Essential English Words لن تواجه مشكلة النسيان،
ومن دون مواجهة مشكلة النسيان، هذا يعني أنك ستتعلم اللغة الإنجليزية في أسرع وقت ممكن. بالنسبة لسعر هذه السلسلة، سلسلة 4000، فالكتب الستة تباع كسلسلة واحدة، سعرها يتراوح ما بين 20 إلى 25 دولار، وأيضا ممكن أن تحصل عليها بشكل مجاني ككتب إلكترونية موجودة في المتجر، سواء كان نظام جوالك iOS أو أندرويد. إذن كخلاصة، هاتين السلسلتين برأيي الشخصي لهما نفس الفعالية. كل ما في الأمر أنك مع سلسلة الأكسفورد بوكورم ستستطيع أن تحفظ الكلمات بسهولة أكثر، لأن تلقائيا ستراجع هذه الكلمات عند قراءتك للقصة، وهذا لأن مقارنة مع كتب الأكسفورد فهذه الكتب تعتبر قصص طويلة، إلا أنها أيضا تسمى بالشورت ستوريز، لكن قصص هذه السلسلة لا تتجاوز عن الصفحة واحدة، لذا نعتبر هذه القصص قصص طويلة بالمقارنة مع السلسلة الأخرى. أما هنا 20 كلمة من كل واحدة لا تتكرر إلا في صفحة واحدة، لذا سيتوجب عليك أنت أن تكررها في يومك وتراجعها. هكذا إذا قمت بالمراجعات فلن تواجه كثرة النسيان مع هذه الكتب أيضا. عموما أنا أقترح باتباع كلتا هاتين السلسلتين، فأنا تعلمت اللغة الإنجليزية عبر كتب الأكسفورد بوكورمز، بعدها كنت في إحدى المكاتب ورأيت كتب الـ 4000 Essential English Words. أعجبتني فكرة هذه الكتب أيضا، وخصوصا أن الملفات الصوتية التي تأتي مع كتب الـ 4000 Essential English Words هي باللهجة الأمريكية بعكس الأكسفورد بوكورمز فهي باللهجة البريطانية، ولأني كنت مهتما باللهجة الأمريكية فقررت أن أشتري هذه الكتب أيضاً وأطور لهجتي الأمريكية بالاستماع للقصص الموجودة فيها وتقليد القارئ، وتحدثت عن ذلك بتفاصيل أكثر في فيديو اللهجة. إذا كنت مهتماً أدعوك لمشاهدة ذاك الفيديو أيضاً. وأيضاً فيديو الذي أتحدث فيه بشكل خاص عن كتب 4000 Essential English Words سأضعها لكم في خانة الوصف أسفل هذا الفيديو، وفيه أيضاً أبين كيفية تنزيل هذه البرامج على الهاتف إذا كانت غير متوفرة في بلادك. هذا كان أبرز ما يتعلق بهاتين السلسلتين، وإذا كان هناك شيء آخر تود أن تعرفه ولم أذكره في فيديوهاتي اكتبها لي في خانة التعليقات، وإن شاء الله بقدر الإمكان سأقدم لك الإجابة. نلتقي في فيديو لاحق، واستودعك الله.